السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية. اليوم بدنا نبدأ في عملية السايد بار، انه احنا نسوي سيرش ريسنت بوستس اللي هي الكومنتس، برضو اخر التعليقات، الكاتيجوريز اللي موجودة، انه نعرض الاركايفز. اوكي تابعني. اول حاجة صفحة الاندكس، لو نلاحظ انه انا عندي هنا سايد بار، اوكي، ولو رحنا على الريسورسز عندي الفيوز على الفرونت اند، انا في عندي السايد بار، عندي البوست، اوكي، وممكن انه انا اقدر ابني اي صفحات ثانيه برضو يكون فيها السايد بار. من الافضل انه احنا نقسم كل الشغل تبعنا ما يكون في نفس الصفحه، للترتيب فقط لا غير، اوكي. فمعناته ايش رايكم لو يجينا على السايد بار من هنا مثلا في صفحه البوست او الاندكس، كلها متشابهه. فمثلا لو سوينا هذا مينيمايز، عندي سايد بار هذا في الاندكس، اوكي، اخذ هحدد السايد بار كامل اللي هو من بداخل الكولوم الى اخر شيء في السايد بار لحد هنا، اوكي، هسوي له كات، اروح على البارتشل. انا عندي هنا بالفرونت اند عندي الهيدر والفوتر، اوكي، هضيف معهم كمان بارتشر بليد جديد نسميه سايد بار، بحيث انه انا اذا بدي اعدل على سايد بار اني اعدل عليه من ملف واحد، مش افتح كل الصفحات واسوي عليها تعديل، اوكي. وهنا همسح كامل البيانات والصق السايد بار، اوكي. هرجع على الاندكس، ايش اللي احكي له اياه؟ انكلود اللي هو البارتشل فرونت اند سايد بار، اوكي، ونفس السطر هذا هنسخه كوبي، اروح على صفحة البوست، بدل السايد بار برضو همسحه اسوي له ديليت واقول له انكلود بارتشل فرونت اند سايد بار، اوكي. لو نسكر الاندكس والبوست نرجع نشوف الصفحة تبعتنا، ما راح يتغير فيها اي شيء لانه احنا مستدعين صفحة بداخل صفحة، اوكي. نيجي نكمل على السايد بار تبعنا. اول جزئيه في السايد بار، طبعا خلينا نسوي مينيمايز لكل جزئيه ونبدا فيهم واحده واحده. اول جزئيه انا عندي اللي هي السيرش، اوكي، بدنا نسوي فورم للسيرش بحيث انه هو يبحث بداخل المقالات. طيب انا وين بدي ابحث المقالات؟ انا محتاج انه انا اسوي راوت جديد اللي هو للسيرش، اوكي. وين بدي اسوي الراوت الجديد تبعي؟ هروح على الويب دوت بي اتش بي من الراوتس، هنا ويب دوت بي اتش بي، هاجم فوق البوست هذا، طبعا خلاص انتهينا منه، لكن خلينا نعدله ونخليه للسيرش، اوكي. هنقول له هنا بدل البيج سلاج هنقول له سيرش، اوكي، واز فرونت اند دوت سيرش، front end dot search، اوكي. نحذف الشو اليوزز انه يستخدم لي الاندكس كنترولر ونسوي فيه فانكشن اسمه سيرش، اوكي. فمعناته انا سويت راوت جديد للسيرش، النيم تبعه فرونت اند دوت سيرش، الفانكشن تبعته سيرش بداخل لفرونت اند دوت اندكس دوت كنترولر، اوكي. هروح افتح الاندكس كنترولر من الاب اتش تي تي بي كنترولر فرونت اند اندكس كنترولر، هاجي اسوي تحت الاندكس لانه شبيه كثير بالاندكس، هاجي اسوي له هنا بابليك فانكشن سيرش وهاطي له ريكويست ريكويست، اوكي، لانه هناخذ منه بيانات، اوكي. احنا جهزنا الراوت تبعنا وجهزنا الفانكشن، خلينا نرجع على الفورم نعدل فيه. طبعا عندنا هنا بدل الفورم هنساوي الفورم تبعنا اللي هو فور اوبن، اوكي، الراوت تبعنا اللي هو فرونت اند دوت سيرش اللي كتبناه في الويب دوت بي اتش بي، والميثود هيكون خلينا نسويه get،
اوكي. وطبعا البيانات هذه هننسخها ندخلها بداخل الفورم تبعنا. عندي الـ input for text اوكي. ايش هنسميها؟ هنسميها keyword اللي هي الكلمات المفتاحية للسيرش keyword اوكي. ونعطي له هنا اللي هي عملية الـ alt بحيث انه اذا كان في keyword انه يرجع لي اياها اثناء البحث. وطبعا ما في عندي class، عندي place holder واللي هي كلمة search مع الثلاث نقاط هذه بدل form controller. اوكي نمسح الانبوت، هنيجي على البوتن. طبعا بامكاننا ان نخليه مثل ما هو، وممكن انه احنا نحوله لل HTML collective form اللي هو بوتن اوكي. ونعطي له كتكست اللي هو الاي مع السيرش. تمام نمسح البوتن، نيجي نشوف الفورم تبعنا الصفحة تبعتنا. تمام ما حصل عندنا أي اختلاف. طيب نيجي نبني الكنترولر، الفانكشن تبعنا في الكنترولر. احنا بما انه احنا أضفنا اللي هو الكيورد، فمعناته أنا بدي أعرف فاريبل اسمه كيورد يساوي الست اللي هو من الفانكشن تبع البي اتش بي اسيت. يعني اذا كان في شيء اسمه ريكويست كيورد اند اند، الريكويست كيورد ما كان فاضي يعني القيمه تبعته ما هي فاضيه، انه يجيب لي الريكويست انه يكون القيمه تبعتنا الريكويست كيورد اوكي. او إذا كان الإجابة عكس ذلك إنه يسوي لي إياها null. أوكي؟ هاجي أنسخ نفس الفانكشن تبع الإندكس، أسوي له بيست، وهنا هنسكر الكويري تبعنا، نضيف كويري ثاني اللي هو من البوست يساوي، طبعاً نرجعها هنا نقول له البوست equal post where البوست type يساوي post، نفس الكويري تبع الاندكس ما اختلف فيه اي شيء، اللهم انه احنا قسمنا الكويري لقسمين. طيب انا وين بدي اسوي سيرش على الكيورد تبعنا؟ قبل ما نسوي هاي الشغله في عندنا باكج اسمه سيرشبل اوكي. طبعا انا شرحته في بعض الكورسات السابقه اوكي. هنيجي هنا اللي هو من الجيت هاب اسمه نيكولاس لوبيز سيرشبل اوكي. في عندنا هذا الباكج من تطوير نيكولاس لوبيز اسمه سيرشبل. طبعا في اكثر من باكج سيرش للسيرش اوكي، لكن انا عاده بستخدم هذا، استخدامه سهل جدا اوكي. ايش اللي راح نسويه؟ طبعا الانستليشن تبعته انه احنا نضيف هذا الكود عندنا في الكومبوزر.json ونسوي كومبوزر ابديت، او انه احنا ننسخ الاسم تبعها اوكي ونروح على الكود تبعنا على التيرمينال نسوي له كومبوزر ريكواير واسم الباكج اللي هو نيكولاس لوبيز سيرشبل، نسوي له انتر، نستنى عليه لحد ما ينزل المكتبه. تمام الان هو نزل لي المكتبه اوكي، وسوى كومبوزر دمب اوتو لود. طبعا هنرجع نسوي له انتجريت معنا في المودلز. طيب كيف طريقه الاستخدام تبعته؟ جدا بسيطه اوكي. هنعرف السيرشبل تريت في عندنا في الموديل، وهنضيف اللي هي الحقول اللي بدنا نسوي فيها السيرش. نيجي نشوف كيف. طبعا هنخلي السيرش هذا هنكمله كمان شويه، نرجع للموديل تبع البوست هنقول له هنا use searchable trait
اوكي. طبعا اضف لنا المكتبه اللي هي يوز نيكولاس لوبيز سيرشبل تريت. اوكي، والان بدنا نحدد له اللي هي الحقول اللي لازم يبحث بداخلها. طيب كيف طريقه التعريف؟ هنحكي له هنا بروتكتد، اوكي، اللي هي نعطي له متغير اللي هي سيرشبل يساوي ونفتح له اري. اوكي، ايش هي الحقول اللي احنا بدنا نسوي عليها السيرش في التيبل تبع البوست؟ لو يجينا هنا على الميجريشن على البوست، اوكي، عندي التايتل، عندي الديسكريبشن، اوكي، فقط لا غير، هذول الاثنين اللي احنا هنسوي عليهم السيرش، اللي هي التايتل او الديسكريبشن. فمعناته هنكتب له الكولومز ونعرف له الري كمان بداخل الكولومز. هنكتب له اول حاجه اللي هي اسم الجدول بوست دوت تايتل، اوكي، انه من جدول بوست حقل التايتل هو هذا اللي هتسوي لي عليه سيرش. طبعا عندك هنا رقم 10 اللي هي البريوريتي من 10 الى 0، فانا عندي البريوريتي تبعت التايتل تبعت الديسكربشن اعلى شيء في هذا التيبل، فهنا هسوي له دوبلكيت، بدل كلمه تايتل هنضيف له الديسكربشن. اوكي، نرتب الكود تبعنا. تمام، نرجع للكنترولر تبع الاندكس كنترولر، اوكي، اللي هو السيرش. هنا هتضيف له اف ستيتمنت، اذا الكي وورد لا يساوي نل، اوكي، سوي لي البوست، كمان ضيف لي عليه امر البوست يساوي بوست، اللي هو الفانكشن تبع المكتبة السيرش اسمها سيرش. اوكي، هنقول له سوي لي سيرش على الكيورد. في حالة انه اكثر، كانت مثلا كلمة البحث كلمتين او اكثر، فمعناته هو بده يبحث في اكثر من مكان في الكيورد. اوكي، فمعناته بس كل اللي هنضيفه هنسوي له نحكي له نل، اوكي، وكمان نحكي له ترو انه هو يقبل انه يسوي سيرش على اكثر من كلمه. طيب بما انه احنا عندنا سيرش هنا، لازم نروح نعدل حاجه في الميجريشن تبعتنا. انا عندي هنا التايتل وعندي الديسكريبشن، هذول فيهم بحث، فمعناته انا راح اضيف لهم اندكس. ايش الاندكس هذه؟ انه هذه بتسوي عمليه تسريع للبحث في الداتابيز في هذا الجدول، اوكي، لمن اجي اسوي عليه بحث، وخاصة في عملية انه انا ابحث بكلمات بداخل هذه الفيلد. اوكي، نسوي سيف. اول حاجة نروح نعمل تيرمينال، نكتب له CLS، نكتب له PHP Artisan Migrate Fresh Seed، اوكي، بحيث انه هو يضيف لي الاندكس على التايتل وعلى الديسكريبشن. اوكي تمام، الان سوالي اندكس على حقل التايتل وحقل الديسكريبشن، لانه هذول اكثر حقلين انا بستخدمهم في السيرش. نسكر الميجريشن. اخر حاجه عندي في الكنترولر بدي اضيف اللي هي الفرونت اند دوت اندكس دوت بوست، يعني رجعني على الصفحة الرئيسية واعطي له البوست بالنتائج تبعت السيرش. نيجي نشوف كيف. ريفرش. تمام. طيب لو اجينا سوينا سيرش على كلمة هنا بداخل البوست، مثلا هذه الكلمة، لو سوينا لها انتر، اوكي، طلع لي هنا خطأ. طبعا الخطأ هذا بيطلع لي سنتاكس ايرور اور اكسس فايوليشن 1055، معناته انا عندي في الداتابيز restrict او تقييد. كيف الحل تبعها؟ نرجع على الكود تبعنا عشان نحل هذه المشكله. هتروح على مجلد الكونفيج على الداتابيز على الماي اس كيو ال، لانه احنا الاتصال تبعنا بداتابيز ماي اس كيو ال. اوكي، في عندنا شيء اسمه restrict، الستريكت تقييد، هنا ترو. فلو سوينا له فولس، اوكي، سوي له سيف، سكر الملف هذا،
نرجع للبوست تبعنا نسوي ريفرش. اوكي طلع لي جميع المقالات اللي بالكلمة هذه اللي هي ريبلودس. لو انا بدي اطلع اول كلمتين من هذا المقال نسوي عليه سيرش. اوكي راح طلع لي كل المقالات اللي اما بهذه الكلمة او بهذه الكلمة او بالثنتين مع بعض في نفس المقال، فراح يطلع معي نتائج كثير. طبعا في كل صفحة 5 نتائج لحد 28 صفحة. اوكي طبعا احنا لحد هنا خلصنا. في عندنا بس شغلة بسيطة انه هذه القيمة ليش ما اضيفت هنا، وكمان اذا ضغطنا على ايقونة المجر هذه ما راح يسوي لنا سبميت، فمعناته حاجة بسيطة جدا نرجع نسويها. هنروح على السايد بار، اول حاجة الكيورد، بعد الاولد كيورد في الاولد هنكتب له ريكويست. اوكي كيورد، وهنا في البوتون هنسوي له تايب سبميت. اوكي نيجي نشوف في الصفحه تبعتنا ريفرش. اوكي اضاف لي اللي هو الباراميتر الكيورد اللي هي الكلمتين، حط لي اياهم هنا. لو حذفنا واحده من الثنتين وسوينا كليك على الايقونه تبعت السيرش راح يسوي لي ريفرش ويدور لي على نفس الكلمه فقط لا غير. هيك انتهى الدرس تبعنا، يعطيكم العافيه. اذا كنت اول مره تشوف القناه لا تنسى تشترك في القناة والإعجاب ومشاركة القناة ودعوة في ظهر الغيب، ويعطيكم العافية.